الاستعداد النهائي مشاهدين الكرام قبل الانطلاقة الكبيرة، هكذا الانطلاقة سليمة من كل النواحي رغم بعد البوابة، ولكن بالفعل لدينا كما نشاهد مشرف متابعين الكرام انطلاقة رائعة. سكرت امبيشن اخذ المكان الذي يرغب فيه، ولكن لدينا كذلك القادم كانتري جرامر الذي بالفعل غاب عن السباقات والمواجهات لعدة ايضا اشهر، ولكن لدينا كذلك ايضا فلورانجيرو في وسط الجياد بشعار جودمونت بالشعار السعودي الخطير بشعار اروكيت في يوم من الايام بشعار فرانكل في يوم من الايام، ولكن هنا لدينا كذلك ارت كوليكتر متواجد ارت كوليكتر، اذا القوة الهجومية حاضرة. المدرب سعيد بن سرور يغير التكتيك في هذا الشوط على ما يبدو لي، ولكن ايضا ممثلي الوطن ما زالوا حاضرين.